السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج تفاءل وتفاعل. تحية خاصة أعزائي المشاهدين الكرام مني أنا عمر الحطامي ومن طاقم البرنامج لكم مشاهدي قناة عدن الفضائية في الداخل والخارج. أعزائي المشاهدين الكرام، للمشاركة في البرنامج كل ما عليكم فعله هو إرسال رسالة نصية واحدة فقط في كل حلقة، رسالة نصية واحدة فقط بكلمة تفاءل أو تفاعل على الرقم المبين أسفل الشاشة. ولا تتصلوش أعزائي المشاهدين الكرام، لا تتصلوش، إحنا اللي راح نتصل عليكم، اللي يتصل ما راح يحصل رد. طبيعة المسابقة أعزائي المشاهدين الكرام هي عبارة عن سؤالين، سؤال للتفاؤل وسؤال للتفاعل. سؤال التفاؤل الإجابة فيه تكون بإيجابية وفيها أفكار جديدة وفيها تفاؤل، وراح تدخل السحب مباشرة، حتى يعني لو كان إجابتك يعني فيها القليل من التفاؤل راح أدخلك السحب مباشرة. أما سؤال التفاعل أعزائي المشاهدين الكرام فيه ثلاث خيارات، سؤال فيه ثلاث خيارات، الإجابة الصحيحة هتكون واحدة فقط، فلكم حرية الاختيار أعزائنا المشاهدين الكرام. وأذكر أعزائي المشاهدين الكرام بأنه جوائزنا هي عبارة عن 50,000 ريال يومياً، 1,500,000 ريال على مدى شهر رمضان المبارك. طبعا الجائزة مقدمة من مجموعة العيسي التجارية ومن قناة عدن الفضائية. إذن أعزائي المشاهدين الكرام ننتظر ونشوف من هو أول متصل معانا، ويا ترى هل بيختار تفاءل ولا تفاعل. أعزائي المشاهدين الكرام كما عودناكم في الحلقات السابقة إنه الفائزين معانا يكونوا اثنين فقط، المركز الأول 30,000 ريال والمركز الثاني 20,000 ريال. ننتظر ونشوف مين المحظوظين في هذه الحلقة معانا، نشوف مين اللي راح يكونوا الاثنين المحظوظين في هذه الحلقة. تابعنا الحلقات السابقة، 15 حلقة السابقة، اليوم هي الحلقة السادسة عشر. إذن أعزائي المشاهدين الكرام نشوف مين أول متصل وإيش بيختار، هل بيختار سؤال التفاؤل أم سؤال التفاعل. طبعا موضوع سؤال التفاؤل مهم جدا، ونتمنى أول متصل أنه يفتح المجال بسؤال التفاؤل عشان نقدر نتكلم يعني أثناء الحلقة حول موضوع سؤال التفاؤل. وما زلنا منتظرين أعزائي المشاهدين الكرام نشوف مين أول متصل. ما زلنا الكنترول الآن يجري اتصالات، وإن شاء الله يجينا أول متصل نشوف مين. وطبعا أعزائي المشاهدين الكرام زي ما ذكرناكم إنه ترسل رسالة واحدة فقط، الكثير يرسل أكثر من رسالة ويخسر. أعزائي المشاهدين الكرام ما نشتيكمش تخسر، ونشتيكم يعني تخرجوا من عندنا وأنتم مبسوطين وفائزين بمشيئة الله تعالى. وأعزائي المشاهدين الكرام ما أنسى أني أهنئكم بمناسبة ذكرى عيد الوحدة اليمنية اللي هي 29، وبهذه المناسبة العظيمة يعني نهنئ الشعب اليمني ونهنئ القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وببقية الأعضاء. أعزائي المشاهدين الكرام من الجميل جدا إنه بلادنا تعيش في هذه الأيام حالة فرح وسرور بمناسبة شهر رمضان المبارك ومناسبة احتفالات بلادنا بهذه الذكرى الطيبة. ومعنا أول اتصال أعزائي المشاهدين الكرام، ونشوف إيش بيختار. فواز عبد الرب من شبوة، حياك الله يا فواز. ايوه يلا يا فواز، تفاعل ولا تفاعل؟ تفاعل. السؤال اذا ننتقل للسؤال ونشوف اذا بتجاوب صح ولا غلط. نرجو المساعده، الكارثه اللي عندنا امطار غزيره. ان شاء الله. محمد محمود الزبيري، شاعر وثائر وسياسي، درس في مصر وبعد التخرج عاد الى اليمن، واعتقله الامام عام 1941 ميلاديا لمده عام، وعين وزيرا للمعارف بعد ثورة 48، ووزير للتربية والتعليم بعد ثورة 1962. السؤال يقول: في أي عام استشهد الشهيد محمد محمود الزبيري؟ هل في العام 1985 أم في العام 1975
أم في العام 1965؟ الإجابة سهلة، المفروض تعرفها على طول. محمد محمود الزبيري في أي عام استشهد؟ في أي عام؟ أيوة 1985 ولا 75 ولا 65؟ واضحة. 1985 ولا 75 ولا 65؟ يلا بسرعة ما عندكش وقت، بسرعة يا فواز. يا فواز الإجابة سهلة. كم في أي عام؟ في أي عام تقول ما نسمعه؟ فواز للأسف يعني أنت مش عارف هل تسمعنا، لأنه قلنا السؤال وعطيناك الإجابة وحاولنا أن احنا نوصل لك الإجابة الصحيحة، لكن للأسف يعني هارد لك، خرجت من السحب، ما دخلتش معانا السحب لأنه أنت ما جاوبتش. يعني ما أدري هل المشكلة أنك ما تسمعش أو المشكلة أنك سمعت وما افتهم لك السؤال. أعزائي المشاهدين الكرام، الأسئلة سهلة، دائما نقدم أسئلة سهلة ومنطقية، يعني دائما تكون الإجابات مختلفة، يعني فالذكي اللي يعرف بسرعة في أي عام يعني واضحة جدا جدا جدا، ولكن بعض المتصلين للأسف ما أدري كيف تفوت عليهم، هل يعني ما يفكروش بسرعة، هل أنهم طريقة إجابتك مع أنها كانت واضحة، يعني حاولت بقدر المستطاع أني أساعدك بس للأسف ما دخلش معانا السحب، ونشوف المتصل القادم إن شاء الله يكون محظوظ. وكما عودناكم أعزائي المشاهدين الكرام أنه يعني نحاول أن احنا نفوز ندخلكم السحب بقدر المستطاع، ما نشيش أي واحد يخرج زعلان، لكن بعض الأحيان تكون في مشكلة بالشبكة أو بعض الأحيان تكون في يعني سوء فهم من قبل المتصل أنه يتأخر الصوت، أو بعض الأحيان يكون ما يفتهملوش السؤال أو الإجابة. فخلونا نشوف معانا اتصال أعزائي المشاهدين الكرام، ونشوف إن شاء الله يكون أمور طيبة. فهمي محمد من تعز، حياك الله يا فهمي. الله يحييك لك. يلا اختار، تفاعل ولا تفاعل؟ تفاعل. 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 إذا ننتقل للسؤال. تفاعل. السؤال. محمد محمود الزبيري شاعر وثائر وسياسي، درس في مصر وبعد التخرج عاد إلى اليمن واعتقله الإمام عام 1941 ميلادية لمدة عام. عين وزيرا للمعارف بعد ثورة 48 وزيرا للتربية والتعليم بعد ثورة 1962. السؤال يقول في أي عام استشهد الشهيد محمد محمود الزبيري؟ هل في العام 1985 أم في العام 1975 أم في العام 1965؟ واضح الإجابة. ركز معايا، 1985 ولا 1975 ولا 1965؟ ركز معايا. يلا اشتيكم تفوزوا. الثالث. نثبت على الثالث. الثالث ايوه، نثبت على الثالث، وان شاء الله تكون هي الإجابة الصحيحة وتدخل معانا السحب. انا طبعا مش عارف فين الإجابة الصحيحة، انا احاول بقدر المستطاع اني اوضح بس انا مش عارف، الموضوع عليكم انتم، ونحاول بقدر المستطاع ان احنا نبين لكم. اللي يركز، شوفوا لما تتصل وتطلب سؤال التفاعل ركز على السؤال، شوف يعني السؤال فيه بعض الاحيان نوع من الاجابه، لما تشوف التواريخ في السؤال مقاربه للتاريخ اللي في الاجابه يعني، فركزوا، الموضوع محتاج شويه تركيز. اذا خلونا نتكلم اعزائي المشاهدين الكرام عن شخصيه السؤال. هو شاعر وثائر وسياسي يمني، ولد في حي بستان السلطان بصنعاء، وهو أحد الأحياء التاريخية في صنعاء القديمة، عام 1910 ميلادية، وهو من أسرة تنتمي إلى الطبقة الوسطى، ويشتغل بعض أفرادها بالقضاء والبعض الآخر بالتجارة، وقد ابتعدت به موهبته عن اهتمامات أسرته وأنشأته منذ الطفولة الباكرة نشأة روحية متصوفة، غير ميال إلى القضاء وغير ميال إلى التجارة. ذهب إلى مصر لإكمال تعليمه، فالتحق بدار العلوم، ثم عاد إلى اليمن عام 1941 ميلادية، وقد خطب الناس جمعة في العام نفسه، فدخل السجن وخرج من السجن عام 1942 ميلادية،
فاتجه إلى تعز ومنها إلى عدن، وفي عدن أنشأ حزب الأحرار عام 1944 ميلادية، ثم غير اسمه بعد عامين إلى الجمعية اليمنية الكبرى ما بين عام 1944، وكان رئيس تنظيم الاتحاد اليمني. وأعزائي المشاهدين الكرام، معنا اتصال. ألو، محمد عبدو من تعز، حياك الله يا محمد. الله يحييك ويسلمك. كيف رمضان معاك؟ تمام. اليوم يعني يوم 16، قضيت رمضان كويس 16 يوم؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. يلا اختار، تفاعل ولا تفاعل؟ السؤال ننتقل للسؤال. السؤال يقول: في أي عام استشهد الشهيد محمد محمود الزبيري؟ هل في العام 1985 أم في العام 1975 أم في العام 1965؟ يلا محمد عبدو. الثالث. ليش؟ الثالث 65. 65 نثبت على 65؟ إيه إن شاء الله. إذا محمد عبدو إن شاء الله تكون هي الإجابة الصحيحة وتدخل معانا السحب، وتكون كمان محظوظ بالقرعة، ويعني الكمبيوتر يقوم ويختارك وتفوز معانا إن شاء الله. إذا أعزائي المشاهدين الكرام، نذكركم بأن الجائزة هي عبارة عن 50,000 ريال، 30,000 ريال للمركز الأول، و20,000 للمركز الثاني. إجمالي الجوائز خلال شهر رمضان هو 1,500,000 ريال. أعزائي المشاهدين الكرام، لا تفوتكم الجوائز، لا تفوتكم المشاركة، حاولوا بقدر المستطاع أنكم تشاركوا معنا. أنا سعيد جدا بأنه أغلب الاتصالات من جميع أنحاء الجمهورية اليمنية من كل المحافظات تصلنا يعني الرسائل، ويتم اختيار المشاركين من غرفة الكنترول عن طريق الكمبيوتر. إذا أعزائي المشاهدين الكرام، الموضوع يعني في الأول والأخير مسألة حظ، وليست مسألة إنه أنا أختار فلان وعلان، لا بالعكس، الموضوع يعني ليس له أي علاقة بي أو بطاقة البرنامج، هو الكمبيوتر هو اللي يحدد المتصلين وهو اللي يحدد الفائزين. لذلك المسألة مسألة حظ بحت، وإن شاء الله نشوف في هذه الحلقة من سيكونوا سعداء الحظ معنا، واللي راح يفوزوا بال30,000 ريال وال20,000 ريال. ونبارك للأولين المحظوظين اللي فازوا بالجائزة، وسوف نبارك للقادمين إن شاء الله. ما زال معنا 14 يوم، ما زال معنا 14 حلقة إن شاء الله، ونتمنى أنه اللي فاتوا اليوم مثلا فاتته المشاركة يعني يرسل رسالة بكرة أو بعده إلى نهاية رمضان حتى يحالف الحظ ويدخل معنا في المشاركة، وإن شاء الله يكون من الفائزين. أعزائي المشاهدين الكرام، سؤال التفاؤل موضوع مهم جدا ويعاني منه المجتمع بشكل كبير جدا، فمحتاجين المتصل القادم يحاول بقدر المستطاع أنه يفتح معنا سؤال التفاؤل. ما زال سؤال التفاؤل معلق وما نشيش أنه نرحله للحلقة القادمة. يلا يا شباب، نشوف المتصل القادم هل بيفتح ويتجرأ ويقوي قلبه ويفتح سؤال التفاؤل، ولا يخلي الموضوع تفاعل والله أعلم، يعني هل بيجاوب صح ولا غلط. في حالة إذا مثلا سؤال التفاؤل ما تم اختياره، بضطر أنه أكون يعني غير متعاون في سؤال التفاؤل عشان واحد يفتح لي سؤال التفاؤل، لأنه أول واحد حيفتح لي سؤال التفاؤل كيف ما كانت إجابته. المهم حول الموضوع راح أدخله السحب مباشرة، وإن شاء الله يكون من الفائزين. ما زلنا منتظرين أعزائي المشاهدين الكرام المتصل القادم، ونشوف من هو سعيد الحظ اللي راح يدخل معانا في المشاركة، وهل سيكون من الفائزين أم لا. إذا أعزائي المشاهدين الكرام، نذكركم بأن طريقة المشاركة هي عبر إرسال رسالة نصية واحدة فقط. لا تكثروش الرسائل، دائما نقول لكم لا تكثروش الرسائل، رسالة واحدة فقط، وإحنا إن شاء الله راح نتصل عليكم. شوفوا الرقم الموجود أسفل الشاشة وحط كلمة تفاؤل أو تفاعل وأرسل علينا، وإحنا إن شاء الله
راح نتصل عليكم، واللي اتصلوا ما راح نردش عليهم خالص يعني. أعزائنا مشاهدي الكرام ما زلنا منتظرين متصلين ونشوف المتصل. ألو، عمر هادي من البيضاء، حياك الله يا عمر. حياك وبقاك. يلا يا عمر، تفاعل ولا تفاعل؟ الله يحييك. عطنا السؤال. السؤال، يلا ننتقل للسؤال. السؤال يقول: في أي عام استشهد الشهيد محمد محمود الزبيري؟ هل في العام 1985 أم في العام 1975 أم في العام 1965؟ 1965. نثبت على 65. إذن نثبت على 1965 ونتمنى إن شاء الله تكون هي الإجابة الصحيحة. أعزائنا مشاهدي الكرام نعود ونتحدث حول الشهيد الزبيري. عاش الزبيري فترة حرجة من تاريخ اليمن، وهي فترة المملكة المتوكلية اليمنية عام 1918 إلى 1962 التي كثرت فيها الصراعات والثورات، وحينما شبت ثورة الدستور عام 1948 ميلادية في اليمن عاد من عدن إلى صنعاء وزيرا للمعارف، وعندما فشلت طرد ورفضت الدولة العربية استضافته فاتجه إلى باكستان. وحينما شبت ثورة 26 من سبتمبر عام 1962 ميلادية في اليمن عاد وزيرا للتربية والتعليم في صنعاء. خلال دراسته بالقاهرة تأثر بأجوائها السياسية، وبينما كان يلقي خطابا في 31 من مارس عام 1965 ميلادية أطلق عليه 3 من الجناء النار فسقط مضرجا في دمائه. اللي ركزوا معانا أمورهم طيبة. إذن أعزائي المشاهدين الكرام ننتظر المتصل القادم، واللي ركزوا في الكلام واللي احنا ذكرناه أكيد راح يعرفوا أين الإجابة. إذن معانا اتصال أعزائي المشاهدين الكرام. سهى محمد من التواهي، حياك الله يا سهى. الله يحييك. كيف رمضان معاكم في التواهي وكيف الأمطار هذه الأيام؟ والله الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. يلا اختاري تفاعل ولا تفاعل؟ إن شاء الله تختاري تفاعل. تفاعل عكس التوقع. تفاعل. يلا ننتقل للسؤال. محمد محمود الزبيري شاعر وثائر وسياسي، درس في مصر وبعد التخرج عاد إلى اليمن، واعتقله الإمام عام 1941 ميلادية لمدة عام، عين وزير المعارف بعد ثورة 48 ووزيرا للتربية والتعليم بعد ثورة 62. السؤال يقول: في أي عام استشهد الشهيد محمد محمود الزبيري؟ هل في العام 1985 أم 1975 أم عام 1965؟ يلا يا سهى معاكي دقيقة. 1900. أيوة. وكم؟ 85. لا شوفي ركزي معايا، اسمعيني اسمعيني كويس. ها 1985 أم 1975 أم 1965؟ ركزي معايا. يلا يا سهى. 1965. ثبت عليها. بسم الله. يا خلاص نثبت على 1965. يعني سهى هي تقول 1500، ما ركزتش في الإجابة. 1500 كان يعني زمن آخر وعالم ثانيين، مش ما لهاش علاقة بالشهيد الزبيري. المهم أعزائي المشاهدين الكرام سهى تدخل معانا السحب إذا كانت إجابتها صحيحة، ونتمنى أنها تكون الإجابة صحيحة وتدخل معانا وتفوز بالجائزة إذا حالف الحظ. أعزائي المشاهدين الكرام فاصل قصير وأعود إليكم. طيران الملكة بلقيس يحلق في الأجواء الخارجية، راحة، أمان، أسعار منافسة وانضباط في المواعيد وتخفيض للطلاب والمرضى.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، ونجدد الترحيب بكم مشاهدي قناة عدن الفضائية في الداخل والخارج. أذكركم أعزائنا المشاهدين الكرام بطريقة المشاركة، تأخذ جوالك ترسل رسالة نصية واحدة فقط SMS بكلمة تفاعل أو تفاعل على الرقم المبين أسفل الشاشة، رسالة واحدة فقط تكفي لدخولك المشاركة معنا في البرنامج إن شاء الله. ولا تكثر الرسائل، لأنه إذا كثرت الرسائل بتخسر بدون فائدة، يعني في الأخير إحنا بنختار إجابتك إذا كانت واحدة من رسالة واحدة. فركزوا أنه ما ترسلوش أكثر من رسالة على الرقم المبين أسفل الشاشة، وإحنا إن شاء الله اللي راح نتصل عليكم. إذن أعزائي المشاهدين الكرام، طريقة المشاركة واضحة، وأتمنى أن الكل يلتزم بها. ومعانا اتصال بعد الفاصل، ونشوف يعني من هو هذا المحظوظ اللي جانا الاسم. خلدون خالد من تعز، حياك الله يا خلدون. الله يحييك. يلا يا خلدون، تفاعل ولا تفاعل؟ تفاعل 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 تفاعل، اللي هو النقاش. أيوة النقاش. يا سلام عليك، أخيرا واحد يفتح معانا سؤال النقاش. طيب السؤال، طبعا الكل يعرف أنه في الآونة الأخيرة انتشرت الجريمة بشكل كبير داخل بلادنا. السؤال يقول: ما هو دور المجتمع في مساندة رجال الأمن للحد من الجريمة؟ نشري نعرف دور المجتمع. تفضل، معك دقيقة وحاول أنك تجاوب بإيجابية. تفضل. أولا على المواطن الحفاظ على الأمن، لأنه المواطن جزء من المجتمع، والمجتمع يعتبر جزء من الدولة. يجب على المواطن يجب على المواطن أن يكون اليد الأولى، لأن اليد الأولى لرجال الأمن في مساعدتهم بالقبض على الجريمة، سواء كانت سرقات أو قتل أو عملية نعب أو تقطعات طرقات. يا سلام. فإذا قام المواطن بدوره وكان المواطن فردا صالح، أنشأ دولة مجتمع يعمل على نشر القيم والأخلاق والمحافظة على الناس وممتلكاتهم. يا سلام. يلا ايش كمان كان؟ معك ربع دقيقة. ويجب على المواطن ان يكون له دور فعال ايضا في خدمة المجتمع وخدمة الدولة وخدمة الدولة. يا سلام عليك يا خلدون. انتهى الوقت يا خلدون، انتهى الوقت، ونشكرك على انك فتحت سؤال التفاؤل. وانا مثل ما عدتكم، اللي حيفتح معايا سؤال التفاؤل بدخله السحب مباشرة، كيف ما كانت اجابته، بس اجابة خلدون برضو كان فيها تفاؤل وذكر معلومات كويسة، ويدخل معانا السحب وان شاء الله يكون من الفائزين. اذا اعزائنا مشاهدي الكرام، سؤال التفاؤل هو حول الجريمة، وحول يعني دور المجتمع في الحد من الجريمة ومساعدة رجال الامن انه تخف الجريمة داخل الوطن. في الآونة الأخيرة أعزائي المشاهدين الكرام، بسبب الحرب القائمة وبسبب أنه يعني السلطات مشغولة بالحرب ومشغولة بالوضع الراهن، كثرت الجريمة، وناس كثير استغلوا الوضع واستغلوا أنه ما فيش يعني انتباه لبعض المناطق، والكثير كثير يعني ينقصهم الواعز الديني، لا يوجد عندهم أخلاق، لا توجد عندهم رادع، لا يوجد أي شيء يمنعهم من ارتكاب الجريمة. لذلك وجب على المواطن، وجب على المواطن أنه يكون عون ومساعد لرجال الأمن، يحاول بقدر المستطاع أنه ينبه رجال الأمن. طبعا أنا أتكلم هنا في المناطق المحررة، طبعا كلامي هنا للمناطق المحررة، لكن إحنا إذا جينا نتكلم عن المناطق التي تحت سيطرة عصابات ميليشيات الحوثي، هم أصلا عصابة وهم أكبر مجرمين وأكبر سرق وأكبر فسادة هناك. ولكن نتكلم على الأمن في المناطق المحررة، وللحمد لله يعني الأمن يعتبر مستتب، ولكن هناك بعض الحالات وبعض الجرائم التي نسمع عنها، مثل جرائم قتل أو جرائم اغتصاب أو جرائم خطف. فنحاول بقدر المستطاع أنه يعني يكون في توعية داخل المجتمع حول هذا الموضوع. وغير كذا
المواطن نفسه يعني في المنطقة في الحارة، حاولوا أنكم تتكاتفوا بينكم البين، تعملوا حراسة مثلا في من الشباب في الحافة أو المنطقة، أنه ينتبهوا في الليل، يحاولوا أي شخص غريب شكله مشبوه يحاولوا أنه إيش يمنعوه من دخول الحارة، وإيش عندك يسألوه إيش عندك هنا، تمام؟ فيعني هو المواطن الأساس، غير أنه رجال الأمن أكيد لهم دور يعني كبير جدا في الحد من الجريمة، ولكن رجل الأمن ما راح يعرف إيش بيصير إلا لو في تعاون من قبل المواطن، وكان في يعني محاولة أنه يساعد رجال الأمن. ومعنا اتصال أعزائي المشاهدين الكرام، رامي عبد القادر من تعز، حياك الله يا رامي. وعليكم السلام ورحمة الله، شارك مبارك وانت بصحة وسلامة. يلا اختار، تفاعل ولا تفاعل يا رامي؟ تفاعل. السؤال، ننتقل للسؤال. تفاعل. محمد محمود الزبيري شاعر وثائر وسياسي، درس في مصر وبعد التخرج عاد إلى اليمن، واعتقله الإمام عام 1941 ميلادية لمدة عام. عين وزيرا للمعارف بعد ثورة 48، ووزيرا للتربية والتعليم بعد ثورة 62. السؤال يقول: في أي عام استشهد الشهيد محمد محمود الزبيري؟ هل في العام 1985 أم في العام 1975 أم في العام 1965؟ ركز على الإجابات وبتعرف الإجابة الصحيحة يا رامي. الاختيار الثالث 1965. نثبت يا رامي على 1965. إذن نثبت على 1965. إذن أعزائي المشاهدين الكرام، نتمنى الرامي أنه تكون إجابته صحيحة ويدخل معنا السحب ويفوز بمشيئة الله تعالى. قلنا أعزائي المشاهدين الكرام أنه أغلب المجرمين الذين يرتكبون الجرائم، إذا كان هناك لا يوجد رادع أو واعز ديني، يعني لا يوجد رادع، لا يوجد قانون قوي أو يعني تطبيق لحدود الله، يعني القاتل يقتل والسارق تقطع يده، في هذه الحال يعني راح يكون في رادع يعني يمنعهم من ارتكاب الجريمة، غير أنه المجتمع لما يكون واعي ومنتبه ومصحصح لهذه المواضيع أكيد راح تخف الجريمة بشكل عام. وكذلك اللي نفسهم ضعيفة أو نفوسهم ضعيفة وعنده استعداد أنه مثلا يرتكب جريمة، نوجه له رسالة يعني في الأخير نقول له: اتق الله، وتذكر أنه لا توجد أي فائدة من فعلك غير أنك تجلب نفسك البلاء ولسمعتك يعني الضياع. فتخيل يعني في الأول الأخير أنت سترتكب الجريمة وسوف ينبذك المجتمع والناس كلها تشير لك بأنك مجرم، ويعني مكانك خلاص منتهي، سمعتك في الحضيض، إيش بتستفيد يعني إذا ارتكبت؟ تظن أغلب الذين يرتكبون الجرائم الشيطان لعنة الله عليه يوزهم إنه ما راح أحد يكتشفك، يعني ما راح أحد يعرف، دائما هذه يعطيك دائما السبل إنه ما راح أحد يعني، ودائما المصيبة إنه هو نفسه هذا المجرم يعرف بأنه هناك لا توجد جريمة كاملة، الكل يعرف في الأخير إنه سوف ينفضح وسوف يعني القانون يأخذ مجراه، ويعني راح يعرفوا مين هذا القاتل أو السارق في الأخير. كل ما نتابع يعني القصص اللي نسمعها أو نشاهد التلفزيون المسلسلات، دائما المجرم يعرف في الأخير مهما طال الزمن، اليوم بكرة بعد شهر، في الأخير راح جريمتك مستحيل إنها تكون في الخفاء وتتم إنه ما حد راح يعرف، لا، في يوم من الأيام سوف تظهر الحقيقة. تذكروا هذا الشيء وحاولوا بقدر المستطاع أنكم تلقوا أرحم الراحمين وأنتم يعني نظيفين وصافين وما فيش عليكم ذنوب، وما فيش عليكم. طبعا دائما نذكر بأن هذه الجرائم هي يعني الله سبحانه وتعالى عند يعني هذا المجرم عندما يتوب، أوكي أنت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يتقبل توبتك في الجريمة التي فعلتها، سرقة، أوكي تقبل الله توبتك إنك تبت من السرقة، ولكن هناك حق عند المواطن، كيف يعني تأخذ رضاه؟ هنا السؤال. أعزائي المشاهدين الكرام، معنا اتصال، نشوف من هو المتصل. رشيد حسن من البريقة، حياك الله يا رشيد.
حياك. اختار تفاعل ولا تفاعل؟ تفاعل. تفاؤل. تفاؤل. طيب يعني السؤال، انت قصدك السؤال ولا النقاش عشان بس يكون واضح؟ السؤال. ايه ننتقل للسؤال. محمد محمود الزبيري شاعر وثائر وسياسي، درس في مصر وبعد التخرج عاد إلى اليمن واعتقله الإمام عام 1941 ميلادية لمدة عام. عين وزيرا للمعارف بعد ثورة 48 ووزيرا للتربية والتعليم بعد ثورة 62. السؤال يقول: في أي عام استشهد الشهيد محمد محمود الزبيري؟ هل في العام 1985 أم 1975 أم 1965؟ يلا يا رشيد. كان عام 1965 و75 ولا 1985؟ يلا معاك نص دقيقة بسرعة. الإجابة سهلة. 85. ركز ركز معاي، ركز ركز ركز. عام 1985 أو 1975 أم 1965؟ ركز معاي. 65. نثبت على 65 يا رشيد. 65. يا رشيد الحين 65 نثبت عليها؟ 65 نثبت عليها. نثبت على 65. أي يعني خلاص نثبت على 65. ربشتنا يا رشيد، يعني ساعة 85 ساعة يعني اختار هو إجابة واحدة. تمام، إذا نعود أعزائي المشاهدين الكرام، نتمنى أن إجابتك تكون صحيحة، ونعود نتكلم حول شخصية الشهيد محمد محمود الزبيري. ولد ونشأ في صنعاء في حارة بستان السلطان، وبها بدأ تعلمه وتأثر تأثرا شديدا بتعاليم الصوفية ونعم بها كما لم ينعم بشيء آخر، ومال إلى الأدب عامة والشعر خاصة، فدرسه حتى تمكن من نفسه، فهام به أي هيام. وقبل نشوب الحرب العالمية الثانية انتقل إلى مصر ليتم دراسته، فالتحق بدار العلوم حصن اللغة العربية، وقبل أن يتم دراسته فيها عاد إلى اليمن في العام 1941 ميلادية. بقي الزبيري بعدها بمكة المكرمة طالبا للعلم إلى أن رحل عنها إلى مصر سنة 1939 ميلادية، حيث التحق بدار العلوم بالقاهرة. وقد أسس الزبيري وبعض رفاقه في القاهرة أول حركة منظمة لمعارضة الحكم الإمامي في اليمن في سبتمبر عام 1940 ميلادية تحت اسم الأحرار. إذا أعزائي المشاهدين الكرام، معنا اتصال. صدام شايف من عمران، حياك الله يا صدام. الله يحييك. أتحارك. الحمد لله، كيف الأمور معاكم وكيف رمضان؟ والله كبيرة. الله يعين. يلا اختار تفاعل ولا تفاعل. السؤال ننتقل للسؤال. السؤال يقول: في أي عام استشهد الشهيد محمد محمود الزبيري؟ هل في العام 1985 أم 1975 أم 1965؟ يلا يا صدام، الإجابة سهلة. إن شاء الله الرقم 1965. نثبت عليها يا صدام. ثبت إن شاء الله. نثبت إن شاء الله وتكون من المحظوظين اللي يدخلوا السحب في حال إنه الإجابة هي صحيحة، وتدخل معانا يعني السحب وتفوز إن شاء الله بالجائزة إن شاء الله. هي الموضوع موضوع كنترول. إذا أعزائي المشاهدين الكرام، موضوع سؤال التفاؤل دخل معنا أول شخص وفتح سؤال التفاؤل، وكان يعني حول الجريمة المنتشرة في بلادنا وكيف يكون دور المجتمع في الحد أو في المساعدة، مساعدة رجال الأمن والحد من الجريمة. طبعا في البداية تكون دائما ويعني في أي مشكلة أو في أي ظاهرة سيئة الأساس هو الأسرة، الأب والأم هم الأساس. يعني حاولوا أنكم تزرعوا القيم الحميدة والأخلاق الجيدة
في أبنائكم وتنبهوهم وتعطوهم يعني دروس حول أنه اللي يرتكب جريمة كذا عقابه عند الله سبحانه وتعالى بيكون كذا، انتبهوا يعني من الكذب، السرقة، المش عارفة، حاولوا من البداية. هو الأساس الأسرة، في حال صلحت الأسرة سيصلح المجتمع، طبيعي جدا يعني. فالموضوع كله بيد الأسرة، دائما ننبه أنه دور الأسرة مهم جدا. ومعانا اتصال أعزائي المشاهدين الكرام. سليم عبد اللطيف من تعز، حياك الله يا سليم. الله يحييك ويحفظك يا شيخ، شهرك مبارك يا سليم. علينا وعليكم ان شاء الله يا رب على سائر الامم العربيه والاسلاميه ان شاء الله. امين يا رب. اختر يلا، تفاءل ولا تفاعل؟ تفاعل. النقاش. النقاش نعم. ما شاء الله، باين من كلامك انه بتعطينا اجابه مثاليه كذا، انا حاسس. والله إن شاء الله بنحاول. يلا، السؤال يقول: ما هو دور المجتمع في مساندة رجال الأمن للحد من الجريمة؟ يلا معاك دقيقة. دور المجتمع دور هام ومهم جدا في مساندة رجال الأمن. فالعلاقة بين المجتمع ورجال الأمن هي علاقة تكاملية. يا سلام. فالمجتمع هو من يقوم بتشكيل، قد يشكل المجتمع عن طريق العاقل أو الشيخ أو المنطقة، يشكله كأمن للانتباه على المنطقة من الدخول والخروج ومراقبة الداخل والخارج ومعرفة، لأن الجريمة أو المشكلة عندما تقع بالمنطقة هي مشكلة الجميع. يا سلام. ويكون هناك في تنسيق بين رجال الأمن والمجتمع، يعني إذا في أي جريمة يتم الإبلاغ عن مشاكل رجال مشتبهين، دخول ناس غير يعني معروف لدى المجتمع، لأن المجتمع متعارف فيما بينه. جميل. يتم الإبلاغ عنهم لكي يعني نحافظ على المجتمع والحجم من الإشكالات والمشاكل الموجودة، وخاصة في الأيام والأوقات اللي احنا الآن نمر فيها إن شاء الله. يا سلام، كلام سليم، كلام سليم. يا سليم، خلصت الدقيقة وكلامك بالفعل يعني كان مثالي كما توقعت. من خلال طريقة كلامك عرفت يا سليم انك راح تجيب يعني بطريقة ايجابية وفيها فعلا افكار جديدة، والمجتمع يجب بالفعل ان ينتبه يعني المواضيع كثيرة في بخصوص الجريمة، خاصة وانه في ظل الاوضاع الراهنة انتشرت يعني العصابات وانتشروا المجرمين بشكل كبير جدا. لا يوجد يعني خوف من الله سبحانه وتعالى، لا يوجد من يردعهم يعني، فأصبح الموضوع عندهم بسيط جدا. فلذلك عندما يكون الدور على البيئة المحيطة اللي هي العاقل الشيخ في المنطقة، يقوم بدور يعني رجال الأمن، وليس بتطبيق الحد، ليس تطبيق الحد، ولكن يقوم بالدور رفع يعني درجة التأهب والانتباه في الحارة اللي هم فيها أو المنطقة أو القرية، بحيث أنه يعني خلاص عندما يكون المجرم يعلم بأن الحارة هذه منتبهة أو الشباب في داخل الحارة يعني دائما ينتبهوا لأي إنسان غريب دخل وخرج ويسألوا من أنت، ما إيش سوي عندنا، فيخاف أنه يرتكب جريمة. أما لما يشوف أنه حارة سايبة والأمور طيبة والشرطة مش موجودين في هذه المنطقة، فهذا يعطيه يعني إبليس يسوي له أنه ارتكب جريمتك هنا، اسرق، اختطف، اغتصب، يعني كل الجرائم ترتكب في هذه الحالة. إذا المجتمع ما انتبهش وما نبه يعني الأبناء بالذات يعني حالات الاختطاف، هذه يعني جرائم التي أقسم بالله تدمي القلب قبل العين. عندما نسمع عن اختطاف طفل عمره 3 سنين أو 5 سنين أو حتى 10 سنين وترتكب جريمة الاغتصاب والقتل في هذا الطفل، أين الخوف من الله؟ يعني ما هذه النفوس المريضة؟ أعزائنا المشاهدين الكرام، الكل يعلم بأن أسباب الجريمة، من أسباب الجريمة هي المخدرات، وفي حال وجدت المخدرات تجد أن من يرتكب الجريمة يعني ينتهي حاجة عنده، خوف، ما يخافش. يعني اللي يأخذ المخدر ما يخافش، ما فيش عنده حاجة تخوفه من الله سبحانه وتعالى، أو يخاف أنه يرتكب الجريمة، وما فيش الرحمة. يعني أين قلبك لما تغتصب طفل صغير أو طفلة صغيرة؟ أين قلبك عندما تقتل هذا الطفل أو الطفلة من أجل أن تغطي على جريمتك؟ يعني أين العقل؟
أقسم بالله العظيم أنه عقلي يتوقف عندما مجرد التفكير. يعني معقول؟ يعني هل يعني تصل فيكم الجراءة لهذا أنك ترتكب جريمة بهذه الشناعة؟ أنا لا يعني بعض الأحيان أقسم بالله عندما أسمع بعض الجرائم لا أصدق، أقول مستحيل، ولكن واقع نراه ونسمعه كل يوم. ومعنا اتصال أعزائي المشاهدين الكرام، حيدر أحمد من أبين. حيدر أحمد من أبين، الاسم هذا تكرر من أبين. يا حيدر السلام عليكم. السلام عليكم يا حيدر، أول مشاركة ولا في لك مشاركة من قبل؟ لأنه اسمك يعني تكرر معايا في الحلقات السابقة. طيب يا حيدر يلا اختار، تفاعل ولا تفاعل؟ تفاعل. السؤال وطي صوت التلفزيون عشان تقدر تسمعنا، سمعنا من السماعة. يلا السؤال. أيوة نعم. محمد محمود الزبيري شاعر وثائر وسياسي، درس في مصر وبعد التخرج عاد إلى اليمن واعتقله الإمام عام 1941 ميلادية لمدة عام. عين وزيرا للمعارف بعد ثورة 48 ووزيرا للتربية والتعليم بعد ثورة 62. السؤال يقول، في أي عام استشهد الشهيد محمد محمود الزبيري؟ هل في العام 1985 أم في العام 1975 أم في العام 1965؟ يلا يا حيدر. عام 1965. نثبت يا حيدر على 1965. أيوة نعم. إذن نثبت على 1965، ونتمنى أنها تكون إجابتك صحيحة عشان تدخل معانا السحب وتكون من الفائزين. حيدر أحمد يعني هذا أحد الأمثلة، مثابر دخل معانا أعتقد في الحلقات السابقة، والآن يدخل معانا لأنه يرسل كل يوم. يعني فاتته المسابقة ذاك اليوم، ما دخلش يعني ما فزش بالجائزة، ولكنه لم ييأس واستمر وأرسل، واليوم يشارك معانا. دليل أنه الموضوع مفتوح أعزائي المشاهدين الكرام. يعني إذا ما حالفكش الحظ اليوم في حلقة اليوم، حاول بكرة بعده إلى أن تثبت. يعني بعضهم يكونوا محظوظين وسبحان الله يمكن حيدر اليوم يفوز لأنه تكررت يعني مشاركته معنا، وإن شاء الله أتمنى له والله الفوز لأنه ثابر وتعب. إذا أعزائي المشاهدين الكرام، زي ما تكلمنا بأنه المجتمع في الأساس هو الأساس في يعني مساعدة رجال الأمن في الحد من الجريمة. أعزائي المشاهدين الكرام، كم جهد رجال الأمن وكم جهد الدولة في يعني الحد من الجريمة في ظل أن المجتمع متراخي، المجتمع مثلا متساهل، لا يوجد يعني توعية، لا يوجد اهتمام أو رادع من قبل الأسرة أو في المنطقة أو العاقل أو الشيخ أنه مثلا ينبه الحارة أو ينبه القرية اللي هم فيها انه انتبهوا اذا احد دخل او يعملوا دوريات. يعني في الاخير ايش انتم خسرانين؟ يعني دوريات من شباب الحاره ينتبهوا على المناطق اللي متواجدين فيها في الحافه، انه تعالوا شوفوا فلان هذا دخل جديد، تمام، تسالوا عن من دخل في المنطقه، الساكنين الجدد تسالوا عليهم تشوفوا كيف وضعهم، ما يمنع، لانه حاله البلاد الوضع الأمني متردي. يعني نحاول بقدر المستطاع أنه إحنا نكون عون لرجال الأمن ونكون سند لهم في أنه نخفف من الجريمة. الكثير أعزائي المشاهدين الكرام يسمع عن الجرائم التي ترتكب ويندهش أنه هذه يعني تحدث في بلادنا، هل يعقل أنه مثل هذه الجرائم والمشكلة تتكرر؟ يعني ليست مرة، كان في السابق كان لا نسمع عن هذه الجرائم يعني خالص، وإذا سمعنا لا سمح الله مرة يعني في العشر سنين في الخمسة عشر سنة مرة، لكن إنه في السنة الواحدة أكثر من جريمة يعني وأكثر من يعني حالات قتل واغتصاب واختطاف وأطفال، كيف يحدث هذا الشيء؟ كيف مجتمعنا يقبل هذا الشيء؟ وكيف يعني نستطيع أن نتحمل مثل هذه الجرائم ونسكت عنها؟ في الأخير يجب أن تكون هناك قوانين صارمة أيضا من الدولة
يعني في حال في حالات الاختطاف والقتل هذه والاغتصاب يجب أن يكون حد القتل مباشرة وأن لا يتأخر الموضوع. إذا ثبتت الجريمة يتم تنفيذ القصاص، وهذه هي قوانين الله سبحانه وتعالى، إنه القاتل يقتل والمغتصب أو الذي يرتكب هذه الجريمة يقتل بحسب ديننا الحنيف. إذن أعزائي المشاهدين الكرام، كما ذكرنا إنه المجتمع هو الأساس في الحد من أي ظاهرة وأي مشكلة، ليس فقط في الجرائم، هناك الجرائم لها أنواع كثيرة، وهناك جرائم النصب وجرائم السرقة وجرائم كثيرة جدا يعني انتشرت في الآونة الأخيرة بسبب أنه يعني أسبابها كثيرة جدا. ومعانا أعزائي المشاهدين الكرام آخر متصل، وعلى ضوء هذا الاتصال إذا اختار التفاعل نعرف الإجابة الصحيحة. وضاح محمد بن تعز، حياك الله يا وضاح. الله يحييك يا أخي العزيز، وشهرك مبارك علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. آمين يا رب. يلا اختار، تفاعل ولا تفاعل؟ تفاعل. تفاعل، إذن اختار السؤال وإن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. محمد محمود الزبيري شاعر وثائر وسياسي، درس في مصر وبعد التخرج عاد إلى اليمن واعتقله الإمام عام 1941 ميلادية لمدة عام، عين وزيرا للمعارف بعد ثورة 48 ووزيرا للتربية والتعليم بعد ثورة 62. السؤال يقول: في أي عام استشهد الشهيد محمد محمود الزبيري؟ هل في العام 1985 أم في العام 1975 أم في العام 1965؟ يلا يوضح، أنت آخر متصل وإن شاء الله إجابتك تكون صحيحة. إن شاء الله في عام 1965. الله عليك، أنا قاطعتك يا وضح وسامحني، يعني أنا كنت منسجم لأنه آخر متصل قلت الإجابة صحيحة 1965 ميلادية. إذن أعزائي المشاهدين الكرام اللي جاوبوا على 1965 ميلادية دخلوا معانا السحب، وراح نعرف مين اللي راح يفوز في القرعة بعد قليل. أعزائي المشاهدين الكرام أذكركم بطريقة المشاركة قبل الانتقال إلى القرعة، إرسال رسالة واحدة فقط SMS بكلمة تفاعل أو تفاعل على الرقم الموضح أسفل الشاشة، وإحنا اللي راح نتصل لكم وندخل القرعة أعزائي المشاهدين الكرام ونشوف مين سعيد الحظ. ندخل الصندوق، أو نشوف مين سعيدي الحظ وليس سعيد الحظ، اللي راح يفوز بالثلاثين ألف والعشرين ألف. الآن الكنترول يجهز القرعة. القرعة الآن، القرعة الآن، نقول لها نقول لها ابدأ. بدأت القرعة إن شاء الله الآن نشوف من راح يفوز بثلاثين ألف، والمحظوظ الأول اللي راح يفوز بثلاثين ألف، ونقول ستوب. رقم سبعة نشوف مين هو اللي راح يأخذ الجائزة. رشيد حسن من البريقة، ألف مبروك رشيد حسن من البريقة عدن، ألف مبروك، الثلاثين ألف ريال، مبروك عليك الثلاثين ألف ريال يا رشيد. ألف مبروك يا رشيد حسن من البريقة عدن، 30,000 ريال. ونشوف الآن أعزائي المشاهدين الكرام مين اللي راح يفوز بالمركز الثاني ويدخل معانا السحب، ونقول ابدأ. القرعة بدأت تدور والأرقام سريعة، واحد يا ربنا، خلاص الأول راح، الباقي الثاني نشوف. ستوب. رقم واحد، أول متصل، رقم واحد فهمي محمد بن تعز، ألف مبروك العشرين ألف ريال يا فهمي، نبارك لفهمي محمد بن تعز العشرين ألف ريال، ألف مبروك يا فهمي. إذن أعزائي المشاهدين الكرام نبارك للفائزين لهذا اليوم، رشيد حسن من البريقة عدن، وفهمي محمد من تعز. رشيد فاز بثلاثين ألف وفهمي فاز بالعشرين ألف ريال، ألف مبروك، ألف مبروك، وهارد لك للي
ما حالفهمش الحظ وما دخلوش معانا في يعني ما فازوش في المسابقة لهذا اليوم، لكن تحلوا كذا بالقوة، ولكم مشاركات إن شاء الله القادمة في الحلقات القادمة. رسالة واحدة فقط، لا تكثروش، رسالة واحدة واحنا اللي راح نتصل عليكم في الحلقة القادمة. أعزائي المشاهدين الكرام، بعد نهاية الحلقة ابدأوا برسالة الرسائل على الرقم الموضح أسفل الشاشة بكلمة تفاعل أو تفاعل، وإن شاء الله وقت الحلقة القادمة راح قبل الحلقة يعني بقليل نتصل عليكم ننبهكم أنكم بتكونوا مشاركين معنا في البرنامج. أعزائي المشاهدين الكرام، أتمنى أنكم استمتعتوا بحلقة اليوم، ألقاكم غدا بمشيئة الله تعالى في نفس الموعد، وإلى اللقاء.